لك ما بين راديو عليسة اف ام جابس ومبادرة مناظرة يهتم بصحافة الشأن العام موعد شهري. الحلقة هذه باش نحكو فيها على الخط الحديدي بين جابس وتونس وكيفية تطوير خدمات هذا الخط اللي يأمن سفرات يومية لعدد من الولايات. موضوعنا الثاني تجين وجهة سياحية عالمية لم يشملها الترميم والتهذيب والصيانة. التفاصيل هذه الكل تسمعوها نهار الأحد 19 سبتمبر 2021. أمور تهمنا مع نزار هدوي، شذان ناوي ونبيلة شوشان. ذكركم برنامج أمور تهمنا يجي ثالث أحد من كل شهر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة المستمعين وين ما كان. صوت إذاعة عليسة اف ام يوصلكم على 101.2 وإلا ترواد بالفي وعليسة اف ام بونتي ان وإلا اللايف اللي موجود على صفحتنا على راديو عليسة اف ام جابس وإلا على صفحات التواصل الاجتماعي في حصة جديدة في الحلقة الثالثة من برنامج أمور تهمنا وكل ما يهم السادة المستمعين. مانيش وحدي في استديو، حاضرين معايا دو المنشطين الزوز شذا ونبيلة. مرحبا بك شذا. أهلا بيكم. حاضرين. مرحبا بك نبيلة. أهلا وسهلا نزار. مرحبا بالسادة المستمعين في برنامج أمور تهمنا. برنامج أمور تهمنا هو برنامج شهري يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيتي. إذاعة عليسة هي واحدة من الإذاعات اللي تلقاو فيها أمور تهمنا في موعد جديد مع العودة المدرسية والجامعية والشبكة الشتوية للإذاعة كل ثالث أحد في الشهر من نصف نهار الماضي ساعة في بث متزامن مع مندرة أفام، نفزاوة أفام، سليوم أفام ودريم أفام. ولكن يا نبيل، على كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تهم المنطقة هذيك. اليوم مواضيعنا باش نحكوا في زوز مواضيع مهمين يشغلوا بال المواطن في جهة جابس. موضوعنا الأول باش يكون على الخط الحديدي اللي يربط ما بين جابس وتونس، وباش نحكوا في موضوعنا الثاني على تخيل على قرية توجان وجهة سياحية لم يشملها الترميم إلى حد هذه اللحظة. حاضر معنا في المباشر المدير لمنطقة الجنوب بالشركة الوطنية للسكك الحديدية ناصف الحفيد. مرحبا بك سيد ناصف. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين. موضوعنا اليوم كيفية تطور خدمات السكك الحديدية اللي أمن سفرات يومية لثلاثة ولايات. نسمع مع بعضنا آراء المواطنين على ميكرو عليسة وهنا راجعين. ميكرو عليسة، ميكرو عليسة، ميكرو عليسة. والله بالنسبة أختي العزيزة، بالنسبة للتران، موضوع التران هذا دومين كبير ياسر، ولازم رجال توقف باش تصلح البلاد هذية. خطر بصراحة بصفة عامة جابس ما فيها حتى إصلاح شيء، ما فيها حتى إصلاحات، ما فيها حتى مارينا حتى شيء جديد. بالنسبة للتران كريطة في بالي خير منها. فهمتي؟ خطر التران اسمه صورنا منها كان الاسم يعني تران، فهمني؟ هذا هي تران برنسيب وسيله نقل مجهوله باش تسرع معناتها الموفمون تاع العباد، باش الانسان يخلط في اقرب وقت باش كذا. احنا هذا كله مريناش اختي العزيز، هذا كله اختي العزيز راه ما صورنا منها حتى شيء. وشوفي مش من عام مش اثنين تو من عندنا سنين. والله اقتراحات اول حاجه بصفه عامه للتران ولا للتران اول حاجه لازم الرجال توقف للبلاد هذه باش تصلح معناتها. خاطر اول حاجه عندك المحطه نتاع الترام ماهيش بلاصتها، ثاني حاجه معناتها عندك الامكانيات ان الترام موش طايب عنده سنين، فهمتي؟ لازم يتبدل، لازم نشوفوا احنا نواكبوا العصر. تو الناس كلها تطورت، كان جابس تقعد في اسفل السافلين. عليه مش معقول اختي العزيزه هذا، علاش ما تتصلح الا بالبلاد بما لها، فهمني؟ نبدلوا اول حاجه، نبدلوا مسؤولين، نبدلوا اهل البلاد باش حالنا يتبدل، ما كانش باش نبقوا هيك كعدمه. تش معناها وجودك كعدمه معناها وسيلة نقل بالنسبة لي أني خسارة في خسارة، معناها لازم يبدلوها بوسيلة أخرى. سرتوا للطلبة توكي ترجع أنت ساعات من جابس لصفاقس يعمل التران 4 سوايع، اللي هي معناها ساعات واحد من جابس الباريس وصل قبل من جابس صفاقس، مش عادية أصل. معناها لازم إصلاحات جذرية بصراحة، وإلا أعمل أنت معناها حافلات خاصة بالطلبة باش توصلهم على عين المكان اللي حاجتهم بيه، سرتوا بين الولايات تويكا وتسرع لهم في الإجراءات نتاع سرتوا في التر
كرسي معناه يبقى واحد متنقل ويعمل تكاليف كهرباء باش يكري كهرباء 200-300 ألف تتكلف له باش يمشي هو باش يسافر صغيره معناها يزيد معناها عطين بله لازم يعملوا وسائل نقل خاصه بالطلبه اللي هي صحيح هي في تونس من المستحيلات السبعه خاطر ما عندناش حتى ظروفنا الاقتصاديه معناها خايبه على الاخر. وبالنسبه للترام يمشوا نحو هذاك الحاجه الترام من عام من الاستعمار يا اختي رشبي يعملونا حاجات جديده وعلاش ديما من خط الشمال مش كما خط في الجنوب بالحق كارثه. حتى التراني قالوا عملوه جديد وانا في جابس علاش ما يوصلش ولا على خطره صغير ستوه جابس تونس راهو كارثه بقى معنى الكلمه يستنوه اللي يعمل كوارث اخرى يمشي يجيبونا ترى اخر والا يا خويا نحو هنا بالحق ما عادش. بالي مش من الناس اللي تستعمل فترة لونتراج متاعي الكل يحكي عليه سمعت تشكيات لعبد كل تشكي من الرتار من الوضع المزري كوارث صارت بون نسمع فيهم ديما الناس كل تعرف شنو أكثر حاجة اللي سببها هي الرتار. احنا في بلاد ما نحترموش حاجة اسمها وقت اي سورتو تران هو أكثر حاجة ديما الرتار. بالنسبه لحاله الترام في جابس الحق حاله كاتاستروف 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 لابعد الحدود يخرج نص الليل يوصل كان 8 متاع الصباح 9 10 ما نحكوش كل مره يطيح حمضان في كل ولايه طايح حمضان يبدل في القطايع ما نحكوش على الكراسي الحاله اللي فيه حصلوا حاله حليله ونطالبوا الدوله وزاره النقل وكل شيء باش يدخلوا باش يشوفوا لنا حل للكارثه. بل التراك مع تمام الترانسبور البريسك اللي هي الأكثر استعمال بالنسبة خاصة في ولاية جابس في اتجاه صفاقس ولا سوسة وتونس ما هيش في المستوى المطلوب صراحة معناتها فما برشة رداء في الخدمات وان بيس هو ما تنجمش تلوم حتى طرف لأنه الانفراستركتور الموجودة متاع الترينوات ما هيش متاع القرن اللي عايشين فيه والعهد اللي عايشين فيه معناتها تو الناس تطورت ولا التي جي بي اللي ترامواي الموجودة في العالم احنا مازلنا لتو قاعدين معناتها عاملين على الترام معناتها قديم بون شو نقول لك مشاكل التران الكل تعرف انا واحد من الناس ما سافرش برشا في التران لكن وقت اللي سافرت عندي تجربه نتاعي روحت الكلاويه توجعوا فيها معناتها من تونس الجابس كلاويه واللي وجعوا فيها فهمتني علاش من هكا السكوس وهكا المشاكل اللي موجوده في التران. بون شو نقول لك بالنسبه للاصلاحات شنو سبحان الله تو بلاد صغيره بلاد كيما تونس فيها 600 كيلومتر معناتها من شرقها من جنوبها لشمال معناتها الدوله سبحان الله حارت في معناتها خط حديدي يكون عصري يكون معناتها من اولى اوليات ميزانيه الدوله معناتها باش تربط البلاد ببعضها. ميكرو عليسا ميكرو عليسا ميكرو عليسا. رجعنا لكم السادة المستمعين في برنامج أمور تهمنا. نذكر السادة المستمعين اللي موضوعنا اليوم باش نحكوا على الخط الحديدي ما بين جابس تونس. حاضر معنا سي ناصف عبد الحفيظ مدير مدير وحدة الجنوب التابعة للشركة التونسية للسكك الحديدية. سي ناصف مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك سي نزار ومرحبا بالسادة المستمعين. شكرا لي سي ناصف مرحبا بك مرة أخرى. حسب ما شفنا تقييم المتساكنين متاع المنطقة الروتار البنية التحتية وعندهم نظرة خايبة على العترة لو كانت تقول لنا أنت كيفاش اليوم النجم نصنف وضعية الخط الحديدي في جابس. هو بسم الله الرحمن الرحيم هو الحالة السكات الحديدية مش كان في جابس هي كامل الجمهورية خاصة البنية التحتية والمعدات كيما المعدات هذيك القطار اللي يجي لجابس على فكرة راهو القطار اللي يجي لجابس راهو يتعدى على صفاقس يمشي لسوسة يمشي لتونس هو نفس القطار نفس العربات اللي تمشي فيه كامل الخطوط الحديدية. القطار صحيح قديم برشا من السنوات 80 صحيح قاعدة تصير فيه تصليحات لكن هذا كل ما يكفيش. البنية التحتية كذلك مثلا ما بين صفاقس وجابس البنية التحتية وقعت تجديدها من عام 2001 هو صحيح ما زال عمرها يشد حكاية 30 سنة أما بدت تتهرأ ويلزمها ديما التصليح والانترتيان لكن هذا بضعف الإمكانيات بتاع الشركة والدولة والبرشة الظروف وجدت الثورة كل خلت هالانترتيان وخلى الواحد بتاع السكة يتأخر بكيفية كبيرة ياسر. بالنسبه اذا تقول تكون البنيه التحتيه مش باهيه ويكون المعدات مش باهيه
اكيد راهو باش يكون التاخير موجود، وهذا رانا ناس وحنا نقدموا تاسفنا للمسافرين والمواطنين بتاعنا على هذا التاخير، ولا غالب هذيك. وان شاء الله احنا ان شاء الله في القادم جاي ان شاء الله قاعدين نحسنوا، ربي يسهل ان شاء الله. سي ناصر، نعم سيدي. اليوم نحكوا على وضعية النقل الحديدي ما بين منطقة الجنوب والعاصمة، لأنه مهم برشا الخط هذايا ويأمن في رحلات يومية، وخاصة نحن في عودة مدرسية وعودة جامعية، فماش زيادة للرحلات وإلا إضافة بعض القطارات للمنطقة الجنوب؟ هو شوف، هو تعرف احنا ديما في الجنوب من جابس ولا من طوز، ماذا بينا ديما نشوف القطارات بتاع الليل. احنا كان عندنا القطار تاع الليل في جابس ديما ما شاء الله يخدم بالباهي، علاش؟ خاطر احنا مواطنين الجنوب، كي نخرجوا من نص الليل نوصل 5 6 نقعد في قضيتنا ونروح. تو بحكم موجود الكوفرفو، ما نجموش نعملوا قطار في الليل، بحول الله دوم يكمل يوفى الكوفرفو باش يرجع القطار تاع الليل، خاطر تو عندنا زوز قطارات من جابس لتونس، واحد في 5:30 واحد في 11:30، وعندنا العشية توا زدنا قطار من جابس للساقس في الساعتين الربع. في ان شاء الله كي يطلع الكوفرفو بحول الله ناويين باش نرجعوا القطار بتاعنا تاع نص الليل، وذاك بالنسبة لي احنا كنعاود لك ديما راهو اهم قطار بالنسبة لي احنا. ما فماش إضافة سفرة أخرى سي ناصف على مستوى لومبلوا اللي حطتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية؟ ما هو شوف، الوقت بتاع الكوفرسو ما يسمحش ما بين تونس والوقت، فهمتي ولا؟ تو انت كي تعمل كاين قطار يخرج 3:15 ولا 4:15 من جابس، يوصل بعد نص الليل، معناها العباد برسك نص الليل تولي موجوده في تونس، تعرف فما كوفرسو، وحنا نتجنبوا الامور هذه، لا قدر الله يصير تعطيل ولا حاجه، يولي فيها كوفرسو، نولي العباد تولي تصير لهم اشكاليه في الوقت هذاك. احنا وقت الكوفرسو هو اللي تو مخلينا ترى الليل مش قاعد يمشي. سي ناصف، انت ما فهمتش سؤالي. نعم. السؤال هو اليوم عندنا في جابس السفره الخمسة متاع الصباح وال11 وماضي ساعه وال3:30 الساعتين غربوع يمشي للساقس برك. معناها حد الساقس. اي هذوما ثلاثة قطارات تو عندي. ما زلنا متواصلين في موضوعنا الاول في برنامج امور تهمنا. نرجع معك سي ناصف، كما سمعنا في الميكرو تردوار كل المواطنين بريسك يتشكوا ويطرحوا في برشا مشاكل على الخط السكك الحديدية في جابس. دونك قالت لي أهم حاجة هو الوقت، رأوا الوفاء التونسي بصفة عامة يلزم يخرج في وقته يوصل في وقته كما توعد، على حسب المارش تاعتنا هذيك أهم حاجة، ومش باش يوصل المسافر في الوقت يلزم بنية تحتية ويلزم معدات سمح، هذا الحل الوحيد راه. وتعرف انت البنية التحتية راه ديما صارت ولات خايبة، خاطر بسبب نقص الموارد البشرية والموارد المادية، خاصة حالة الشركة معناها خيابة ياسر وضعت، خاصة بسبب الاعتصامات. وشنو هالأسباب الرئيسية سي ناصف للتردي هذا؟ أنا قلت لك خاص مثلا في المواد المالية، خاص الموارد المالية. احنا ما تعرفي أنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أهم قطاع فيها هو نقل الفوسفات. واللي يدير فيه تاع الفوسفات اللي ما كيما الكبريت والسوبر وثلاثي الفوسفات، هذوما كل هذه المداخيل الرسمية تاع الشركة. بسبب الاعتصامات الكبيرة في على السكة والاعتصامات في شركة وصفات قفصة، الكل أثر تأثير سلبي جدا على الموارد المالية تاع الشركة، وإذا تتأثر الشركة بموارد مالية سي باش تنجم تشري أنت المعدات، باش تنجم تصلح، باش تنجم تعمل ريكروتمون، وذاك الاعتصامات من الثورة تو أثر علينا تأثير سلبي جدا. ما عادش كان سمعت قبل راهو احنا برسك حوالي 800 مليار ديفيسيتار الشركة. معناها امور معناها سايبه ياس، وان شاء الله تو كي تحلت عاود تراجعت الامور في الصفات ان شاء الله تبدا تتحسن بشوي بشوي، وهذا اللي نرجوه، وان شاء الله نوصلوا باش نحسنوا في البنيه التحتيه وفي المعدات. على فكره انا سمعت فما مواطنه قالت خط الشمال مش كيما خط الجنوب. انا نقول لها راهو خط الجنوب راهو خير برشا من خط الشمال، واللي رطار اللي نعملوه ما بين جابس وصفاقس اقل بياس من اللي رطار من صفاقس لتونس. راهو الخط بتاعنا احنا الجنوب خير من خط الشمال، وهذا خاطر الترينوات مكثرهم يجونا ديما بالرطار
من الساقس يجوا للرطار، من الساقس اليابس الخط راهو مازال ابرك ياسر من بالرغم ان الخط هذا قاعد ننقلوا عليه في مواد ما انا رجينا ياسر اللي هو الفوسفات. تعرف انت السكه كي تمشي عليها ولا حتى الطريق العادي كي تهز عليها معناها الديتون كبار برشا باش تتاثر. بالرغم من ذلك قاعده السكه ديما خط الجنوب ديما راهو خير من خط الشمال. سي ناصف انت حكيت على الخط الشمال وخط الجنوب وحكيت على السكة الحديدية وخاصة تشكية الناس من السكة الحديدية، فماش برنامج من الشركة التونسية الوطنية للسكك الحديدية في تغيير السكة؟ لأنه السكة اليوم عندها سنوات وسنوات معاش نجم نقوله معاش صالحة لاستعمالها، وخاصة حتى القطارات معاش نجم تمشي فيها بأريحية. شوف هي السكة ما نقول لك حنا تو مثلا باش نعطيك مثال ما بين صفاقس وقابس اخر تغيير عملنا من 2001 يعني قلت لك تشد بلاست 20 سنة معنا عنده التغيير تو. نعم 20 عام التغيير عنده يا ارحم والديك. هو 20 عام معناها نجم يشد لنا 10 سنين اخر. اما يلزم ديما لونترتيان، يلزم ديما الموظف، يلزم ديما كذا. لكن هذا انا قلت لك بسبب الموارد البشريه الناقصه مش قاعد يصير. السكة هو ثم برنامج في الشركه الوطنيه للسكك الحديديه باش يصير تغيير على الشبكه هذه، خاصه شبكه الجنوب، صفاقس قبصه، صفاقس قبصه، قابس الصقس. هالمثلث هذا بحول الله ثم برنامج باش يصير فيه تغيير تاع سكه حديديه، وبحول الله ان شاء الله يتجدد الاسطول وان شاء الله كل شيء يتحسن. البرنامج قريب بعيد معناها التاريخ، فماش تاريخ محدد لانطلاق البرنامج هذا؟ شوف انت ما تعرف كل شيء مربوط باللي زابيل دوفر والمارشيات، والله مازال مش محدد بالضبط. نورمالمون من العام الجاي من 2022 باش يصير لابيل دوفر هذا. وربي سهل ان شاء الله يوفق الجميع باش نجموا نعملوا نجيبوا السكه وتتبدل السكه. سي ناصف شنو هي الحلول اللي طبقت حتى الحلول المبدئيه باش نحسنوا شويه من هالوضعيه المزريه؟ والله شوف انا قلت لك احنا 90% مشاكلنا احنا راهي مشاكل ماديه حاليا. مشاكل ماديه خاطر احنا نعاود راهم الاعتصامات واللي اثراني تتحسن. اذا تحسن الموارد الماديه ربي حول الله باش تحسن السكه، باش تحسن الروتار. عاد كان نعملوا نص ساعه روتار باش نولوا نعملوا ربع ساعه، نعملوا درجين ديما تك. راهي اذا تحسن الموارد الماديه ربي حول الله كل شيء يتحسن. انا ما نجم نقعد حتى شيء خاطر تو الامور خاطر في كامل الشركه الامور قاعده تحسن بشوي بشوي. وهذا دليل احنا ترى كان الكابس كان يوصل الساعتين واشرة تو ولا يوصل الماضي ساعه وربع، الماضي ساعه ونص، ثم تحسن بشوي بشوي وربي سهل ان شاء الله. ان شاء الله. سي ناصف اليوم نحكوا على القطارات وخاصه جاتنا برشا تشكيات على مستوى السفرات والناس ماهيش السفره، خلينا نكون واقعيين ماهيش مريحه، لانه على مستوى الكراسي ماهمش ما فماش صيانه، على مستوى معناها نقولوا احنا نظافه القطار داخل القطار يقول لك ما فماش نظافه. شنو وردكم كمسؤولين في الشركه التونسيه معنا؟ شوف انا ديما نحكي القطار اللي ينطلق من قبل، انا متاكد ان القطار خاطر نشوف فيه كله القطار ينطلق من قبل نحكي نظاف نظيف هذا لا سبيل اليه. صحيح بالنسبه للكراسي ثم برشا كراسي مكسره وبرشا كراسي مقطعه، هذا راهو مش راهو حتى المواطن يتحمل المسؤوليه. راهو تلقى الكرسي ما مقطع وتلقى حتى المواطن لازم يعاون يحافظ على الاقل ممتلكات الشركه، هذيك ممتلكات الشركه ممتلكاته هو هذيك. او على الشركه زاد المراقبه زاد سي ناصر. ما فيش حتى شك كلامك صحيح. لك علاش تو احنا عملنا تو عندنا سلك امان حديدي تو ولا موجود ولا تو يطلع بشوي 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 يطلع في القطارات، وبحول الله اي مشكله في السطران باش هو يتدخل. وان شاء الله بحول الله يقوموا باللازم وربي سهل. سي ناصف التكسير والبنيه التحتيه اللي مش مريحه في التران للمواطنين وللركاب ما ينجمش يكون السبب نتاعها هي الاكتظاظ؟ ما فماش مش باش نجيبوا قطارات جديده لقابس الخط الحديدي؟ شوفي هو نعاود هو القطار اللي يخرج من تونس اللي يجي لقابس ويتعدى على صفاقس باش يجي، اذا باش يجي قطار باش يجي للناس الكل. اي ونقول لك واحسن عربات اللي موجوده في تونس راهي قاعده تجي لقابس اللي هو القطار السريع وساعات ما يمشيش حتى لسويس. لكن البرنامج هذا ثم برنامج عملوا في بالي باش يعملوا ابيل دوفر 2022 باش يجيبوا قطارات للخطوط البعيده، خاطر الدوله عملت
اقتنت قطارات للمنارش كان لرسائل الخط السريع اللي في تونس هذاك الكتريفيكاسيون اللي عملوه جديد تو برشا واحد تو نعملوا جابوا قطارات تاع الكتريفيكاسيون بالنسبة في العاصمة غادي وفما برنامج باش يجيبوا قطارات للخطوط البعيد كما جبنا ديق جبنا قاطرات لنقل الفوسفات جبناهم جد تو جبنا يجي 10 قاطرات لنقل الفوسفات وبيحاول لا فما في البرنامج يجيبوا قطارات وعربات للخطوط البعيد صحيح خاطر احنا ديما تهمنا راحة المواطن خاصة اللي توا داخلين على سنة دراسية جديدة وباش تكثر رحلات الطلبة وباش يكثر عدد المسافرين احنا والله ماذا بينا نشوف احنا ماذا بينا راحة المواطن هي أول حاجة إذا المواطن باش يعود مرتاح في الترارة باش يمشي كان في القطار ونعرف احنا مواطن تونسي يحب كان القطار ما نكذبش عليك لو عندنا برشا مسافرين هربوا من القطار بسبب الرداء وبسبب الرطار وكذا أما ناني نعلم راو قاعدة تتحسن الأمور الأمور قاعدة تتحسن بشوي بشوي حتى ربي سهل بحول الله واللي ركب مثلا شهر الثاني كان يجي يركب تو تلقى الكلام اللي قلته له صحيح قاعد حتى الرطار قاعد ينقص نأمل أنه وضعية الخط الحديدي ما بين جابس وتونس تتحسن لأنه مهمة برشا للنقطة هذه سيناصف سؤال آخر وخاصة مشكل كبير موجود في ولاية جابس وأنت تعرف وتتابع في الوضعية مشكل الحواجز اللي لازمها تتحط في الطرقات وخاصة الإشارات المرورية اللي تدل على مرور القطار نشوفوها غايبة في أغلب النقاط وهذا اللي تسبب في السنة الفارطة في حادث مرور اللي راح ضحيته زوز أفراد نترحم عليهم في البداية هنا نتسألوا خاصة طلبات المواطنين ودائات المواطنين يقول لك ما فماش حواجز في الطرقات على مستوى السكة الحديدية هو كلامك صحيح أنا شفت المشكلة اللي في جابس هذه موجودة في كامل الجمهورية بالنسبة للحواجز مثل ما تقاطع السكة مع الطريق موجودة في كامل الجمهورية خاطر هو اللي صارت الطلبية ولا بلدوفر جبت عند شركة برتغالية وجاب شيخ مبارك على الشركة دي على حسب من عشرة حتى قالوا حتى أبارامو ظهر ضيف الأموال اللي شو كذا الدوسي على ارتاح ما تو ما صار في حد شيء تبنت الدولة البرتغالية تو بش المشروع هذا وأنا نستنوا فيه وعلى حسب معلمونا قالوا إن شاء الله بالقريب العاجل بش تتحل الإشكالية مشكلة الحواجز زي رأي موجودة في كامل الجمهورية مش كان في جابس بارك سؤال أخير سيناصف مشروع معناها موصلة الخط الحديدي إلى ولاية مدنين وين وصل للمشروع هذا؟ بالنسبة للمشروع تخطي ولاية مدنين هو تو الإشكالية واقفة في تغيير المسار ما هو كان المسار باش تعدي من تحت الشط من غادي وكذا باش نغيروا حتى المحطة وباش نغيروا السكة ككل معنا أي هو التو نستنوا في تغيير المسار باش يصير التفاهم للشركة اللي باش شكون اللي باش يتبنى في تغيير المسار ثم التو ما زالوا ثم عديد البروبوزيسيون ثم يقول لك يخرج من العوينات ولا من غنوش ما زالت ما تحدد حد شيء ما فماش مشكلة على مستوى الأراضي اللي بيشتعد منها السكة في منطقة الزرات مشكلة كبيرة إذا تعرف أنت أكبر مشكلة هي مشكلة العقارات فهمتي أكبر مشكلة العقارات أكلاش هو بشي التو ما تحددش المسار بشي يشوفوا المسار اللي فيه أقل إشكاليات عقارية بشي تنجم يصير هو المسار من جابس حتى من مدنين لجابس ما تغيرش هو المشكله تو المسار اللي في وسط مدينه جابس باش تغير المحطه باش تغير المسار من خارجه وماذا بينا باقل مشاكل عقاريه باش المشروع ينجز في اقرب الاجيال نأمل أن المشروع هذا يكون موجود في أقرب الوقت لأنه بشي سهل الخدمات للمواطن كان في جابس وإلا في مدنين نشكرك سيناصف عبد الحفيظ مدير منطقة الجنوب التابعة للشركة الوطنية التونسية للسكك الحديدية على الحضور وعلى تقديم المعطيات للسادة المستمعين بارك الله فيكم ولا شكر على واجب ورب يعينكم مزيد طيب. شكرا لكم وشكرا للسادة المستمعين اللي كانوا حاضرين معنا في الاستماع لي موضوعنا الأول اللي هو تطوير خدمات النقل الحديدي ما بين جابس وتونس والنقل ومشكلة القطارات اللي تشكوا منها برشا ناس وخاصة في فترة الأخيرة عرفت رحلة بين جابس وتونس رحلة بين الشتاء والصيف اللي دامت أكثر من 14 ساعة ما زلنا متواصلين سادة المستمعين نسمعوا فاصل غنائي ونرجع We'll be right back.
لعدد من الولايات. موضوعنا الثاني تجين وجهة سياحية عالمية لم يشملها الترميم والتهذيب والصيانة. التفاصيل هذه الكل تسمعوها نهار الأحد 19 سبتمبر 2021 في أمور تهمنا مع نزار هدوي، شذان ناوي ونبيلة شوشان. ذكركم برنامج أمور تهمنا يجي ثالث أحد من كل شهر. رجعنا لكم سادة المستمعين في برنامج أمور تهمنا، مازلنا مواصلين للماضي ساعة في أمور تهمنا اللي تناولنا فيه موضوع السكك الحديدية، وموضوعنا الثاني شذا. الموضوع الثاني باش نحكوا على بلاصة تحفونا على الأخر، أنا بيرسونيلمون نحبها برشا، باش نحكوا على روس الجبال يعني قرية توجان. قرية توجان واحدة من أهم الوجهات السياحية الجذابة في الجنوب التونسي، اللي اكتسبت شهرة عالمية وتمثل فصل من فصول الأصالة والتاريخ، إلا أنها تشهد عدة انزلاقات خلتها في حاجة ملحة للإصلاحات وللترميم باش تولي وجهة سياحية بامتياز لجلب المستثمرين للجهة. باش يكون حاضر علينا معانا عفوا السيد محمد علي رتيمي، ممثل المعهد الوطني للتراث بقابس. مرحبا بك سي محمد علي. سي محمد علي رتيمي ممثل المعهد الوطني للتراث بقابس حاضر معانا في المباشر. مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا، مرحبا بك وتحيه لكافة المستمعين. ناخذ نسمع مع بعضنا سي محمد علي رتيمي ميكرو تروتوار وهنا راجعين. ميكرو عليسة، ميكرو عليسة، ميكرو عليسة.
الزناوي، وترميم قرية وجهن يعتبر أولوية قصوى نظرا لما هذه القرية من اعتبارات تاريخية وثقافية وتعاقبت عليها حضارات. إذا كان ما رمموش القرية هذه باش تندثر، وثم مخزون معماري هندسي باش يندثر، باش نحافظوا على الطابع المنطقة هذه ونحافظوا على بعدها التاريخي وبعدها الثقافي وبعدها الحضاري وبعدها خاصة الهندسي. لازم ترميمها، ولازم ترميمها في أقرب وقت خاطر، في كل وين يزيد نهار يزيد الضيع ويزيد تندثر الحاجات الباهية والحاجات الجميلة في المنطقة هذه، ولازم نحافظ عليها ولابد نحافظ عليها. وما ثم حتى طريقة باش نحافظ على أهمية المنطقة هذه وعلى الطابع الموجود في المنطقة هذه إلا بالترميم. محمد طرهوني، تجاهل قرية جبلية لها بعض ثقافي وتراثي وسياحي، ونسعى للعمل على درجة ضمن التراث العالمي، وعلى السلطة المحلية والجهوية وخاصة الوطنية إلى الموضوع الأهمية القصوى، لأن هذا الموروث حاليا ماشي نحو الاندثار. خاصة نسعى جميعا إلى درجة ضمن التراث العالمي لما لها من ميزات، خاصة أن الجميع تربج بها بأنها عروس الجبال. كيف لعروس للجبال وهي تندثر أمام الجميع؟ في كل مخطط نسمع أن التجان سيقع ترميمها، لكن متى وقتاش وأين؟ وكل حد يسأل السؤال متاعه حسب المنظور متاعه. رجاءً إلى الأهمية القصوى وترميم هذه القرية. محمد بن عبد الله يحيوي، منطقة توجان هي منطقة أثرية بامتياز، ونعرفوا أن برشا حضارات تعدوا على توجان والتراث نتاع الحضارات هيك موجودة، دونك ترميمها حاجة واجبة باش نحافظوا على الصبغة الأثرية للبلاد، وعلى مر السنين ما وقعش ترميمها والمعالم الأثرية قاعدة تندثر مع الوقت. توجان عروس الجبال، إن لم يقع ترميمها في الخريب العاجل ستصبح منطقة جبلية بلا عروس. أكيد قرية توجان منزها بامتياز، فيها ربما خصوصياتها، فيها مميزاتها الطبيعية، فيها معمارها الأصيل اللي يميزها عن عدة مناطق، لكن للأسف يعني نلاحظ ويلاحظ كل زوار توجان أنها يعني قاعدة تندثر معماريا، ولابد من ترميمها في القريب العاجل حتى تحافظ على خصوصيتها وتكون قطب سياحي في المنطقة وقطب تنموي. ميكرو عليسة. نعاود نرحب بك سي محمد علي. شكرا. مرحبا. في الميكرو تردوار كما كنا نسمع، جميع المواطنين يأكدوا اللي قيمة توجان عندها كبيرة في التراث الوطني، ولازم نرمموها ونهذبوها وتكون عندها مشاريع هامة للصيانة. دونك باش نسألك، شنية قيمة توجان على المستوى على مستوى التراث الوطني؟ توجان كبقية القرى الجبلية في الجنوب التونسي عندها قيمة أثرية وتاريخية هامة، هي سلسلة كاملة. المعهد الوطني للتراث ووزارة الثقافة تشتغل على القرى الجبلية منذ مدة، عديد البحوث الأكاديمية والجامعية درست المنطقة هذه، القرى المحصنة في الجنوب التونسي في القرى الجبلية بها، توجان وزمنتن وزراوة وغيرها كلهم عندهم قيمة تاريخية هامة. توجان عندها ميزة مضافة اللي هي طابعها اللي هي موجودة فيه، ومعمارها المنظر الجمالي اللي فيه أضاف للجانب التاريخي، الجانب التاريخي أضاف لجانب جانب آخر طبيعي وجمالي. سي محمد علي، اليوم نحكو على برنامج لترميم منطقة توجان وصيانة منطقة توجان، خاصة أنه البرنامج هذا منذ سنة 2015. البرنامج هذا حسب ما صرح به معتمد دخيل توجان، نسمعوا التصريح ونرجع نواصلوا في الحوار. صحيح، القرية الليبية فيها مباني بات أولى للسقوط، وفهم البرنامج من سنة 2015. يعني البرنامج هذا هو شنو؟ هو يتمثل في ترميم القرية هذه. علاش؟ خاطر القرية هذه عندها بعد سياحي، وإحنا اتجاه توا نحبوها تولي بلدية سياحية، توجهوا خاصة المسؤولين تاع التراث أنه يسرعوا لنا في البرنامج هذا. علاش؟ خاطر القرية هذه فيها برشا موارد رزق، وتعتمد خاصة على السياحة، فهمت؟ السياحة الداخلية، وحتى في المأجر بسدة يجيو فيها، فهمت؟
رجعنا سي محمد علي، كما كنت تسمع في تصريح معتمد تخيل توجان حكى على البرنامج الصيانة والترميم تخيل توجان، إذا ما تمش البرنامج هذية فإننا نحكو على اندثار لعروس الجبال هي قرية توجان. بالفعل الترميم القرى الجبلية وقرية توجان ضرورة ملحة، هي كما تعرفوا فيها عديد المعالم التاريخية، فيها معالم دينية ومعالم اقتصادية ومساكن، معناها فيها المساجد وفيها المعاصر وفيها المنازل، هي في حاجة ملحة للترميم. هذه أثار سي محمد علي، وهذا تاريخ منطقة وتاريخ معناها ناس عاشوا في توجان، وخاصة أنه لازمنا نحافظ على التاريخ، إذا بثار التاريخ معاش النجم ونحكوا على منطقة. طبعا هو المطالبة بالترميم والمطالبة بالصيانة وأكثر من ذلك بالتثمين هو ضرورة وضرورة ملحة ومطلب مشروع للسكان ومطلب كل تونسي غيور على التراث متاعه. البرنامج هذا وقتاش باش يتم؟ في الإطار هذايا هما ثم زوج برامج في الحقيقة، ثم برنامج هو اللي الترميم نتاع جميع القرى، سلسلة كاملة نتاع القرى الكل، لأنه ملف مشترك، هذا في جانب الترميم. كما تعرف عديد المشاريع في الآونة الأخيرة صنفت من المشاريع المعطلة لأسباب نجهلها ولأسباب خارجة عن نطاقنا. هو موجود كما ذكر السيد محمد، هو موجود برنامج الترميم القرى الكل، إن شاء الله يرى النور في أواخر هذه السنة أو بداية السنة الأخرى. المشروع هذا موجود، اللي لابد أن يتم التسريع فيه فهمني، ونحن بطبيعتنا كإدارة جهوية باش ننقلوا الطلبات هذه لسلطة الإشراف. هذا في جانب الترميم اللي نوعد لك بيه ان احنا نشتغلوا على كإدارة جهوية بجابس، نشتغلوا على ان اللي يتم التسريع في انطلاق اشغال ترميم جميع القرى بما فيها توجان. الجانب الاخر هو الجانب العلمي اللي هو تسجيل القرى الجبلية على لائحة التراث العالمي. هذه تمر بعدة مراحل. المرحلة الاولى هو يتم احضار ملف واعداد ملف، ثم تسجيل على لائحة التراث الوطني، ومن بعد ذلك هو على لائحة التراث العالمي. كما تعلم ويعلم السادة المستمعين أن تونس معناها كل سنة منذ مدة أن يتم تسجيل زوج معالم أو أكثر، زوج جهات. نجحت تونس في تسجيل مدينة سبيطلة ومعالم في قفصة، إن شاء الله يكون في السنوات القريبة هو تسجيل القرى الجبلية على لائحة التراث العالمي، ومن ثم يساهم في العناية بها وفي ترميمها وتوظيفها. هو الشغل الشاغل راهو بعد الترميم هو التوظيف. للأسف نحن في الجهة هي سياحة عبور فقط، نتيجة التعوامل هي البنية التحتية والوحدة السوقية وغيرها. المباشر هو أن ثم جهات أخرى تشتغل، وكانت تجين في قلب معناها السياحية كما تعرفوا اللي تم الاشتغال عليها مع جهات خارجية وسترى النور قريبا. العوامل هذه كلها تجعل منها منتوج سياحي، ومنتوج سياحي هذا يساهم في العناية، يعني من وراء التثمين، من وراء السياحة، من وراء الترويج يجي الترميم والعناية كضرورة ملحة. سي محمد علي، كي نقولوا توجان نقولوا مناظر طبيعية خلابة، تراث عالمي، مخزون معماري وهندسي كبير برشا. شنو استراتيجية معهد التراث للمحافظة على القرية؟ شنو باش نبدو نصلحوا قبل؟ كيفاش نجموا نصلحوا وننقذوا ما يجب إنقاذه ولا ما تبقى إنقاذه؟ هو كان ثم محاولات معناها محتشمة لأسباب عدة، هي خاصة تتعلق بالتمويل ونقيب الثقافة ككل في ميزانية الدولة وغيرها، ثم عديد الإشكاليات الأخرى. صارت عمليات سابقة في محاولة ترميم وإنقاذ بعض، لأن نحن غير راضين عن الأشغال التي تمت، عن الأشغال اللي صارت هي تعتبر بسيطة أمام قرية كاملة. المفروض هو أن الميزانيات الأخرى التي أخذنا وعد في رصدها للقرى الجبلية، إن شاء الله إذا رأت النور في القريب العاجل سيتم البداية هو بترميم المنشآت العامة، ثم المنازل، خاصة أن جانب كبير من المتساكنين يرغبوا في ترميمها، لأن تعرف فيها ملكيات خاصة. الجانب الكبير بصراحة السكان أبدوا رغبة أنهم هم يضع على ذمتنا المنازل اللي رجعت لهم والمنشآت رجعت لهم بالملكية. هذا هو في برنامجنا إن شاء الله، إذا انطلق في القريب العاجل سيتم البداية بالمنشآت العامة اللي هي كالمساجد والمعاصر وغيرها وبعض الطرقات
ثم يكون ترميم المنازل الخاصة إذا أنت. سي محمد علي، حسب ما أفادتنا أنه الترميم والصيانة باش يشمل عدة قرى جبلية، لو تحددنا هالقرى اللي باش يشملها الترميم حسب مشاريعكم. لا كل القرى، لانه هو المشروع اللي نشتغل عليه واللي نعتبره من واقع ما هو يشمل كل القرى، كل القرى، انه هو قرى تونس، كل القرى الجنوب في ملف كامل. تمت اصوات كبيره، قطع فيه الوزاره اصوات كبيره في الموافقه عليه، ونامل انه يرى النور اذا انه ستكون كل القرى، كل القرى بدون استثناء سيتم ترميمها بعد الدراسه. تكون الأولوية للإنفاق أكثر وللمعالم اللي مهدئة أكثر، لأن في الأولويات تكون للمعالم اللي هي أكثر تهديد وحمايتها من الانجراف ومن التساقط ومن غيره. هالمشاريع هذه هل من شأنها أنها تجعل من قرى الجنوب وخاصة قرى جابس السياحية من أنها تكون مركز استقرار للسياح؟ هو هذا هو المأمول، لأن الفكرة اللي ذكرتها أن السياحة ككل في جابس كانت دائما سياحة عبور، إما في اتجاه جريب أو في اتجاه جرب أو اتجاه بخيط مجنوب. معظم السياحة في ولاية جابس ككل أنها سياحة عبور للأسباب اللي ذكرتها، اللي هي عدم وجود بنية تحتية وحدات فندقية لا وغيرها. معه الحل سي محمد علي لهذه المشاكل باش نخليه هو الحل يكون مشترك. اولا ينطلق الحل من وعي المواطن، وعي المواطن بالتراث وقيمه التراث والتعامل مع هذا التراث. هذه مساله يتم الاشتغال عليها منذ التربية على التراث منذ الصغر، الحياه المدرسيه والتلميذيه، ان المواطن يكون له وعي بتراث. هذه النقطة الأولى، لأن في وعي المواطن هو محافظ على التراث. النقطة الثانية هي مجهودات الدولة تكون في اتجاه مدروس وفي اتجاه سياسة شاملة لحماية التراث. المعطى الثالث هو دور رجال الأعمال والمستثمرين، بمعنى أن الجانب مجهود الدولة لابد يكون معها مجهود باعتين شبان، مجهود رجال أعمال ومجهود استثمارات حقيقية بالجهة، لأن لا يمكن أن نجعل جابس من القرى الجبلية منطقة الاستثمار السياحي الحقيقي بدون وحدات فندقية، لأن هذا شرط أساسي لجلب السائح. سي محمد علي رتيمي، ممثل معهد الوطني للتراث بجابس، انطمئنوا متساكني قرية تجان أن هذه القرية لن تندثر وستبقى موجودة وستبقى بتاريخها وبأثارها. بإذن الله. نحن كمعهد وطني للتراث هذا شغل شاق، والمعهد للتراث يولي التوجان والقرى الجبلية أهمية، لأنها هي بطبعها تراث عندها ميزة خاصة، لأنها تراث نادر في الجهة، ولأنه كمنتوج سياحي قابل للتسويق. هذه العوامل تجعل من العناية لابد أن تسلط على القرى الجبلية هذه، لابد من محافظة على القرى هذه، وبإذن الله القرى الجبلية هذه لن تندثر، وتجان لن تخسر طابعها الأثري والتاريخي والجمالي والطبيعي وغيره. هذا ما نعد به المتسكنين تجان، أن سنشتغل على القرى هذه، سنحاول إنقاذها، ستكون البرامج في المستقبل منصبة على القرى الجبلية ويتم الاشتغال عليها من جميع الجهات. شكرا لك محمد علي رتيمي، محافظ رئيس بالمعهد الوطني للتراث وممثل المعهد بجهة جابس، على كل المعطيات اللي قدمتها لنا في الموضوع. شكرا، يعطيك الصحة. هذا موضوعنا لليوم، كان تجان وجهة سياحية لن يشملها الترميم والصيانة. محمد علي رتيمي ممثل المعهد الوطني للتراث في جهة جابس، طمن أهالي قرية تجان وباقي القرى الجبلية أنه الترميم والصيانة بتشمل جميع القرى، وفي قادم الأيام نأمل أن تكون تجان بلدية سياحية تشملها كل الاستثمارات، وخاصة أن تكون منطقة قارة للسياح مش منطقة عبور. اليوم اختيارنا لصورة الشهر السادة المستمعين كان جاتنا الصورة هذه من منظمة شبابية خدمة كباقي الأعمال اللي يخدمها المجتمع المدني في جهة جابس. خلينا نكون واقعين، الصورة هذه هي موجودة على موقع التواصل الاجتماعي، هي حملة كرتابتي اللي المرة هذه اختاروا
مؤسسة ريفية، مدرسة ريفية موجودة في أحد المناطق، خلينا نكون واقعيين ما تمش ذكر المنطقة بالضبط. شنو رأيكم في الحملة هذه شذا ونبيلة؟ نبدأ بيك شذا. الحقيقة الحملة هذه ياسر تحفونا وياسر نحبها، خاطر كنت ديجا كنت شريك في الأكسيون هذه، وكانت مخدومة برشا محبة، وعباد بالحق تجندت وعطت طاقتها، عطت من طاقتها ومن وقتها ومن كل شيء باش انها توصل دخل الفرحة على صغيرات ما همش قادرين انهم يعيشوا فرحة العودة المدرسية. نبيلة، اكسيون هذه عجبتني على الاخر. الاكسيون هذه رتحت برشا اولياء وعاونتهم في الظروف الصعيبة ومع غلاء المعيشة، وفرحة الصغيرات ودخلت لهم البهجة وعطت عندها، خليت الصغيرات فرحانين وعاودين بكل حماسة للعودة المدرسية، متمنين لهم إن شاء الله كل النجاح والتفوق. هذه الأكسيون هي واحدة من الأكسيون اللي خدمها المجتمع المدني في جيبس. نشكروهم ونشكر كل المتطوعين، زيادة ما ننساوش اللي برشا متطوعين أخرين وجمعيات أخرى خدمت الأكسيون في على نفس الخط وعلى نفس الموضوع، على نفس الخط وعلى نفس الهدف، كما الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي. نشكر كل المتطوعين وإن شاء الله نغيروا بشوية بشوية، وإن شاء الله ديما تكون في المجتمع المدني في جيبس فما ديزاكسيون مزيانين كيما هاي. صورة عجبت الناس، تفضل شذا. هذوما شوية من برش عباد خدمت وتجندت، لكن الحاجة اللي نحب نقولها اللي منظمة مغيرون حاجة باهية تحسب لهم، اللي هي أول أكسيون يعملوها وبالحق وصلوا غطوا احتياجات مدرسة كاملة متاع تلامذة الكل من أدوات ومدرسية ودبش وطبالي. نقدم تحية كبيرة للرئيس المؤسس أسامة بن حامد على خاطر لمنا وعمل منظمة تحفونا بمبادئ بهين على الأخر. نأمل من منظمة مغيرون تغيير واقع مدينة جابس وكل الولايات، لأنه الواقع اللي شفناه في الصورة صورة جميلة، لكن ما وراء ما تخفيه الصورة هو في العودة المدرسية، لأنه وضعية المؤسسة التربوية اللي توجهوا لها منظمة مغيرون وإن شاء الله يحطوه الملف على طاولة النقاش والحوار في جلساتهم القادمة، هو تغيير البنية التحتية في المؤسسات. باهي برشا نهزوا كرطابلة وطبلية وكتب وكراسي تلاندا، أما لكن على أساس أن نوفر له مؤسسة تربوية تحتويه وتنجم توفر له الظروف اللي نجم يقرأ فيها، مش فقط المجتمع المدني والمنظمة الوطنية، هذا الدور ليهم، لأنه هم قاعدين يقوموا بدور في وقت لتغيب الدولة هم يكونوا حاضرين. أيضا على الدولة أنها تشارك وتكون شريك مع المجتمع المدني وتنادي المجتمع المدني في جلساتها التحضيرية للعودة المدرسية. هذه كانت صورة الشهر وهذه كان مواضيعنا لليوم في برنامج أمور تهمنا وتهمكم وتهم السادة المستمعين. ذكركم السادة المستمعين اللي برنامج أمور تهمنا يجي ثالث أحد من كل شهر في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، اللي هي إذاعة مندرة أفام رصج، مندرة أفام رأس جبل، سليوم أفام القصرين، دريم أفام القيروان، وإذاعة عليسة أفام اللي حاليا قاعدين ينبثوا منها على 101.2، وإذاعة نفزوة أفام قبلي. شكرا على الاستماع والمتابعة، شكرا على تفاعلتكم على صفحات التواصل الاجتماعي اللي تنجموا تعدوا تتفرجوا فيها على صفحة إذاعتنا وعلى صفحة مبادرة مناظرة. حلقتنا يا نزار ويا نبيلة في نفس الوقت هذا ثالث أحد من شهر أكتوبر، ما تنسوش زادة الموعد الشهري مع أمور تهمنا لبودكاست نهار السبت 25 سبتمبر على صفحة مبادرة مناظرة، وللمرة هذه باش يحكي لكم على يوميات التلميذ التونسي. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي سمعتونا واستنونا في الرانديفو الجاي. شكر أكبر لزملائنا التقنيين رمزي خليل في الهندسة الصوتية وعاصمة لي في الديجيتال، والشكر الأكثر والأكبر لمستمعي إذاعة عليسة أفام. أبقى لي كنقول لكم تصبح على خير. برنامج أمور تهمنا بالشراكة ما بين راديو عليسة أفام جيبس ومبادرة مناظرة يهتم بصحافة الشأن العام موعد شهري. الحلقة هذه باش نحكو فيها على الخط الحديدي بين جيبس وتونس وكيفية تطوير خدمات هذا الخط اللي أمن سفرات يومية.